بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي كرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة كما تشاهدون وتلاحظون، وكما قرأتم في العنوان طبعا، أننا سنقوم بقص منقار عجيب وغريب لهذا البادجي، لهذا النوع من البادجي الذي سنتعرف عليه ريتما ننتهي من القص. بعدها سوف نقوم بوضع هذا المراهم بطريقة سهلة بطريقة سهلة جدا. إذن إلى الفيديو. كما تشاهدون يا غاليين، سبحان الله، هذا هو البادجي، وكما ترون منقاره. سوف أقرب الصورة كي تتضح الصورة أكثر. سبحان الله، شكله غريب. لماذا؟ لأن صاحبه تركه لمدة طويلة حتى نما بهذه الطريقة. لاحظوا سبحان الله يا غالي، هذا أغرب من البادجي الذي قصصنا منقاره سابقا، الذي كان على شكل بطة، أتتذكرونه؟ سبحان الله العظيم. إذن سنقوم بقص هذه الأنثى. كما تلاحظون هي من نوع لاتينو. هو يكون عند اللون عند طيور البادجي الأصفر، ولون العين أحمر، هذا نقول عنه لاتينو. قم بمسك أولا، قبل كل شيء، قبل التطرق وقبل قص هذا المنقار، إن كنت تعلم أو تتعرف أو تعرف الطريقة أو قادر على قص هذا المنقار فجيد. إن كنت لا تعرف، يعني هناك تخوف في قص المنقار، فالضروري من أن تعطي يعني شخص آخر كي يقص هذا المنقار. كما تشاهدون سبحان الله، إذن سنقوم بقص هذا المنقار. سوف نقص هذا المنقار. أولا، طريقة قص المنقار أو القاعدة الأساسية، لابد أن تتعرف على المنقار الزائد، فشأنه شأن سبحان الله الأظافر التي تنمو لنا، فهي ليس لها أوردة دموية، فهي على شكل هذا اللون، يعني كما تلاحظون. ومن الأفضل أن تشاهد يعني نوع طائر آخر، تلاحظ منقاره كيف هو، وتبدأ بالقص. أنا سأبدأ بالقص من هذه الجهة، ثم أقطعه تدريجيا. إذا على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سأزيل هذا القص، كما تلاحظون هو غليظ شيئا ما. إذا سأحتاج أداة أخرى لقص هذا المنقار، وهي تستعمل لقص أظافر القطط. سأستعمل هذه الأداة القص لأنها عملية جدا. بس سبحان الله، انتبهوا كي لا تقص من قاع الزائد. كما قلت، إذا لم تكن لك خبرة في قص هذا المنقار، فوجب عليك أن تعطي يعني لبائع طيور أو لبيطري حتى يقص هذا المنقار. ربما هذا الأكل. سنقص بالمقص آخر، سنقص الطرف الأسفل. انتبه من اللسان يا غالي. بهذا الشكل كما تلاحظون، ما زال هناك القليل من الأسفل، سنقص كذلك. يعني هذه الطريقة، هو سينمو مرة أخرى، سينمو. وإذا قمتم بقص وسالة يعني دم أو هذا، فقم بمسحه بقطعة قماش ثم أعيده. سأقوم ببرد هذا الأخير. قليلا فقط دون جعل الطائر يتألم.
يعني هكذا أفضل من الذي كان عليه. هذه الطريقة يا غالي، طريقة بسيطة وسريعة لقص هذا الظفر. الآن بدأ يعض سبحان الله كما تشاهدون، وأنا أحس بعضته. كنصيحة يا غالي، عند قص هذه الأظافر ضعوا مرهم أوريوميسين، فهو جيد لإزالة الحبوب البيضاء أو كما نسميها نحن الشامبينيو، فيترطب شيئا ما المنقار. شكل، وضروري أولا وقبل كل شيء أن تكون قد نظفت أو غسلت يدك جيدا قبل أن تمسك الطائر، لأنك ستمسك الطائر مدة طويلة وهي مدة القص أو قص المنقار. ضع له القي كذلك في الرجل لإزالة الحبوب البيضاء التي في الرجل. هكذا نقول قد انتهينا من قص المنقار يا غالين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا دعمي بلايك وأن تشتركوا في القناة. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور، في رعاية الله. وهنا نلاحظ شكل منقار هذا البارجي أو هذه الأنثى بعد مدة 3 ساعات. سبحان الله، كأنها أو كأن المنقار رجع كما كان عليه، يعني بعد وضع مرهم أوريوميسين التي عالجت الفطريات المتراكمة في منقار هذه الأنثى، والحمد لله أصبحت بخير وتتحرك بصحة جيدة، والآن سنعيدها لصاحبها. كما قلت سابقا يا غاليين، انتبهوا عند القص أو قص المنقار. فإن كانت عندكم دراية بهذه الطريقة فجيد، وإن تعذر عنكم ذلك أو الطريقة صعبة فضروري من الذهاب عند مختص في هذه المسائل. سبحان الله، كما تلاحظون يا غالين المنقار عاد كما كان عليه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بلايك وأن تشترك بالقناة، في رعاية الله.